طيب خليني زي ما قلت لكم الاهلي بيواصل تدريباتهم بدايه من النهارده وهنتابع مع حضراتكم لو التمرين او لو تدريب الاهلي بدا اثناء الحلقه هنتابع مع حضراتكم ونتعرف على اخبار تمرينه الاهلي النهارده خليني اقول لكم كمان مستر مارسيل كولر طلب تقرير, تقرير طبي مفصل من دكتور احمد ابو عبده فيما يتعلق بحاله اللعيبه اللي كانت غايبه الفتره الاخيره نتيجه اجهاد او نتيجه اصابات اهمهم وابرزهم محمد شناوي علي لطفي حمدي فتحي تدريب بكره حاسم جدا وهيوضح كتير من الامور وان شاء الله نطمن فيه على الثلاث لعيبه معلوماتي بتقول انه ان شاء الله باذن الله الثلاثة احتمال كبير جدا يشاركوا في تمرين بكرة وبإذن الله الثلاثة هيكونوا جاهزين قبل مباراة الوداد